أنا أقول لك شكرا، بالنسبة نشكر
والتفاتة طيبة في هذا الشهر المبارك. نتمنى إن شاء الله تعاود دوم إن شاء الله. كيف شفت يعني المشاركة تاعك اليوم؟ والله ما شاء الله يعني كانت في مستوى يعني والله ما كنت حاطها يعني بهذه الطريقة وبهذا الصفة يعني تنظيم محكم يعني رغم يعني الوباء اللي رانا فيه يعني ربي يرفع عنا المحنة هذه يعني كانت سهرة يعني أروع ما يكون من ناحية التنظيم من ناحية الأوركستر من ناحية يعني الجمهور ما شاء الله. وفي فنانين كبار تانا حاضرين. نعم نعم يعني كان لنا شرف كما نقولوا حنا نكونوا من بين الفنانين المدعوين وهذه التفاتة طيبة ويعني فنانين يعني من عندنا يعني معروفين وناس في مستوى وناس يعني شيوخ من الفنانين اللي خدم في عندنا كما أخونا حسن عبد اللي كما محسن برغرس كما موسى بوسعة هذو الناس يعني حارث خياري هذو يعني ناس مدوا في الميدان في مدينة عنابة يعني ولهم شرف انهم يكونوا يعني في التظاهرة هذه يعني يعني وجودهم يعني من نجم نقولوا كان مستحق. يعني الأهم ونمتع الجمهور بهذه الأغنية الشعبية. كانت سهرة يعني ممتعة. ممتعة. فنانين كبار. فنانين كبار كانوا معنا الشيخ موسى حسن عبد اللي خياري شريف
والمتحدث يعني هذا يعني الله يبارك كل عندكم تجربة عندكم خبرة كلها ديجا عندهم دي اكسبيريونس يعني اللي ما عندوش عندهم كانتون تبطون الله يبارك اكسبيريونس في الفيلم رغم انه الصهرة يعني كانت طويلة شوية والزمن كان متأخر شوية ولكن بقى لك جمهور لا بقى بقى الله يبارك بقى وقاعد يصنطوا يعني ومتعونا حتى عائلات كانت حاضرة حاضرة وقاعدوا يعني 12 تاع الليل يعني سهروا يعطيك الصحة الحمد لله ربي يعيش خير شيء راك من الفنانين الناشطين في عندنا ربي يعيشكم انت كذلك يعني من المسؤولين الناشطين كذلك ربي يحفظك الصحة الفنية وكراش منك التوفيق ميرسي ابو تمام رمضان كريم رمضان كريم خويا رشيد مسيب عايش